عباد الله انتبهوا واستعدوا، ولم نذكر هذه العلامات من باب العبث أو زيادة المعلومات أو ذكر بعض الأمور من باب التسلية أو غيرها، لكننا ذكرنا هذه الأمور يستعد العبد، فإن الناس في غفلة، وكلما ازداد ومر الزمان فإن الغفلة تزداد وإن الجهل يكثر والعلم يقل، حتى يأتي على الناس زمان كما ذكرنا لكم، يأتي على الناس زمان يرفع فيه القرآن وترفع فيه المصاحف ولا يقرأ في الأرض القرآن ولا تجد حتى آية تقرأها، بل يأتي على الناس زمان لا يقال في الأرض الله الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فمن رضي بهذه الدنيا ولم يستعد للقاء الله عز وجل فهو والعياذ بالله من الغافلين الذين توعدهم الرب جل وعلا بالنار. نحن الآن لازلنا نعيش في علامات الساعة الصغرى التي كلما مر زمان كلما اقتربنا فيه من اليوم الآخر، وهذه العلامات التي ظهرت ما ذكرناها في المحاضرة الماضية دليل على خراب هذا العالم. مثل الميت، أرأيتم يا عباد الله الميت الذي يحتضر تمر فيه علامات، ربما يصاب ببعض الأمراض، ربما تتوقف بعض أجهزته، ربما تتغير بعض قوانين جسمه، ربما تختل بعض أعضائه يختل، هذا أكبر دليل على أن هذا الرجل بدأ يحتضر. وهكذا العالم اليوم يحتضر، والدنيا قد آذنت بزوال، والعالم سوف يخرب والتاريخ سوف ينتهي. ونحن في شرعنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامات ليستعد العبد وليتجهز للقاء الله عز وجل. قال الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سوف تكون هناك حروب قبل بداية العلامات الكبرى، وهذه نهاية الدنيا حقيقة. قبل أن تبدأ العلامات الكبرى ستكون هناك حروب وفتن وملاحم، ملاحم كبرى، وسوف يقف المؤمنون أولا بينهم وبين النصارى، بين بني الأصفر تكون هناك معاهدة وهدنة، ويقاتلون هم مع النصارى مع الروم عدوا من ورائهم، ولم يسم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العدو. هل سيكون هذا العدو هم الشيوعيون، هم الهندوس، هم الصينيون، هم الملحدون، هم الله أعلم من العدو الذي سوف نقاتل مع الروم هذا العدو. ثم بعد أن ينهزم هذا العدو يغدر النصارى، وهذه عادتهم وهذه طريقتهم، فإذا غدروا يكون بين المسلمين وبين النصارى مقتلح وملحمة كبيرة. يأتي النصارى بجيش يقرب من المليون، جيش يقول عليه الصلاة والسلام يأتونكم تحت 80 غاية، يعني مثل الراية، ربما تكون 80 دولة، 80 سرية، الله أعلم، 80 راية. قال تحت كل غاية، يعني كل راية 12,000، ولو حسبتهم سوف يكون ما يقارب المليون. إذن نهاية العالم قتال في سبيل الله وجهاد لنصرة الإسلام والدين. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأولئك الذين يزعمون أن الجهاد قد انتهى وأن الإسلام ليس فيه جهاد وأن القتال والجهاد هذا مما مضى عليه وعفى عليه الدهر وأن الإسلام يجب أن نعيش بسلام مع الحضارات ومع الأديان كلها، نقول لهم: هم مساكين، هم يخالفون سنن الله الكونية والشرعية، وهم ربما ما قرأوا هذه الأحاديث. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من نفاق. فيبدأ القتال وتبدأ المعركة. وكما ذكرنا لكم في المحاضرة الماضية أن في هذه الأزمنة وفي ذلك الوقت
يظهر رجل اسمه كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبي النبي عليه الصلاة، يعني اسمه محمد بن عبد الله، وهذا الرجل فاطمة يعني ابن علي، فهو حسني فاطمي علوي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وليس كل من ادعى أنه هو المهدي في هذا الزمن نصدقه ونتبعه، لا، له علامات. وأخبر النبي أنه يخرج في زمن ملئ ظلما وجورا، ظلم ينتشر في الأرض. أسألكم بالله يا من تسمعوني الآن، هل الأرض اليوم ملئت عدلا، ملئت قسطا، أم ملئت ظلما وجورا؟ والله نحن ربما نكون في هذا الزمن، والعلم عند الله جل وعلا، وربما والعلم عند الله، ربما يكون الدجال الآن موجود، ربما يكون المهدي مولود، ربما هذه الأمور مجهزة. لا تقول يا شيخ أنت تبالغ، أنا أقول لك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن ابن صياد هو الدجال في زمنه، أخبر الصحابة إن يعش يعني إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني ربما يخرج الدجال وأنا حي. إذن ماذا نقول اليوم؟ وربما تكون علامات الساعة الكبرى الآن ليس يعني بيننا وبينه إلا قاب قوسين أو أدنى، والعلم عند الله عز وجل وحده. يخرج هذا الرجل المهدي ويبدأ الناس يبايعونه، وكما ذكرت لكم يخرج على إثر موت خليفة، ويختلف على الحكم وعلى الملك ثلاث كلهم أبناء خليفة، ويبدأ الناس يختلفون، فيخرج هذا الرجل وهو المهدي، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الرجل أجلى، يعني ينحسر شعره عن مقدم رأسه، شكله إذا أردتم تعرف شكل المهدي يعني شعره ارتفع عن رأسه قليلا وأقنى، يعني حدودب أنفه. يعيش هذا الرجل في الأرض 7 أو 8 سنين وأكثر في عهده الخير، ويتوافد الناس إليه. الآن الناس المسلمون في العالم يبحثون عن الجهاد في سبيل الله ويتمنون القتال في سبيل الله، لكن ينتظرون قائدا يقودهم. نحن لا نقول ننتظر المهدي، ولكن نقول في زمن المهدي الناس يقدمون من الأرض كلها يريدون الجهاد في سبيل الله، فيتوافدون إليه يبايعونه على القتال، فهو الرجل الذي يقود الناس يقاتل النصارى، فيصير قتال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تقاتلون الروم قتالا شديدا، يوم لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، يقاتل الناس ويجتمع الروم يعني في الشام، يجمع النصارى جيشهم في الشام ليقاتلوا أهل الإسلام. يقول وتكون عند ذلك القتال ردة شديدة، يعني الناس يكونون في ذلك اليوم في اسقاطين، إما في اسقاط إيمان لا نفاق فيه، أو في اسقاط نفاق لا إيمان فيه. يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سمى تلك الفتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمح، فإذا قيل انقضت تمادت، يعني الناس تقول خلاص انتهت الحروب وانتهت الفتنة، كلما قالوا هذا ازدادت الفتنة واشتد القتال. ونسأل الله العافية في ذلك الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. في ذلك اليوم لا يتخلف عن الجهاد إلا معذور، يعني أعمى أو أعرج أو مريض أو غيره، أو يكون من أهل النفاق والعياذ بالله. والمسلمون يقاتلون حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، يعني بين المسلمين والروم والنصارى، وهؤلاء كل غير غالب، يعني يصير قتال شديد وما أحد يغلب، ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم هكذا، كلما يصير قتالا شديدا. يقول حتى إذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني أهل الإسلام ينهدون كل ما عندهم يخرجونه. يقول فيجعل الله الدبرة عليهم، يعني يهزم أهل الروم والنصارى، يتقدم المسلمون، وربما يكون في ذلك اليوم في ذلك الزمان تفتح القسطنطينية اسطنبول مرة ثانية، ثم يتقدم أهل الإسلام ويدخلون إلى أوروبا، الله أكبر، في ذلك الزمان تتقدم الجيوش الإسلامية فتفتح أوروبا وتتقدم وتتقدم حتى يصلون إلى إيطاليا. تعرفون ما إيطاليا؟ يعني هو مقر الفاتيكان، يعني مقر النصارى، علماؤهم أحبارهم رهبانهم يعني رؤساؤهم في إيطاليا اليوم روما، ويفتحها المسلمون، الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يتقدم المسلمون يدخلون إلى أوروبا في ذلك الوقت، ربما الشيطان الآن خاف ويخاف أن أوروبا كلها تفتح والناس يدخلون في دين الله، فيصرخ فيهم، يصرخ فيهم أن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. تخيلوا المنظر، المقاتلون خرجوا للجهاد في سبيل الله، تركوا من؟ تركوا نساءهم، تركوا أطفالهم، تركوا أهاليهم، والضعفاء والمساكين هم الذين بقوا في بلادهم، والشيطان يصرخ أن الدجال قد خرج. خرج الدجال وزوجتك في بيتها، أولادك لوحدهم، أطفالك هم الذين بقوا. طبعا الآن سرايا المسلمين وطلائعهم توقفت، الدجال خرج، الآن وقت كل واحد يذهب إلى بيته. هذه أعظم فتنة على وجه الأرض الآن خرجت، الآن هذه الفتنة التي أخبر بها النبي من سمع بها فلينأ عنها، يهرب. الآن الواحد خايف على أهله وعلى أولاده وعلى بيته، فيرسل المسلمون قليعة تتأكد من الخبر هل صحيح أن الدجال خرج أو لم يخرج، فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني يتأكدون من الخبر. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. الله أكبر، هم خير الناس في ذلك الزمان، يسرعون. الشيطان ذكر هذا ليوقف الجهاد ويوقف الفتوحات، ولكن لما يرجع المسلمون إلى الشام ويتأكدون من الخبر، فإذا بالدجال يخرج في ذلك الزمان، يخرج من غضبة يغضبها، يغضب الدجال. كيف تفتح البلاد وكيف يقبل الناس على الدين وكيف ينتشر الجهاد في سبيل الله، فيغضب الدجال غضبة فيخرج والعياذ بالله، أعظم فتنة على وجه الأرض. إنه من؟ إنه الدجال. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. من الذي سيثبت؟ يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إنه من ابن آدم يدعي أولا النبوة، ثم تظهر على يديه كرامات، ثم ينتشر صيته في الأرض، ثم يدعي أنه هو الرب والعياذ بالله. رجل قصير أفحج، متباعد الفخذين، جعد كثير الشعر، أعور، رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لا ولد له ولا ذرية له، له جسم، رجل جسيم، أجلل الجبهة، أجل الجبهة أي واسع الجبهة، عريض النحر، يخرج من بلدة تسمى أصبهان، يخرج معه 70,000 من اليهود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه نحو المشرق. لما جاءه تميم الداري وأخبر أنه رآه في جزيرة من الجزر في بحر من البحار، قال النبي أولا: إنه من قبل اليمن، ثم قال: لا لا، إنه من قبل الشام، ثم قال: لا، ثم قال: ألا إنه نحو المشرق، ألا إنه في بحر العراق. وأنا أسألك وفكر، أين يقع بحر العراق؟ العراق والمقصود به مشرق المدينة، وأي بحر يكون في مشرق المدينة؟ لا يخرج الدجال. تعرف متى يخرج الدجال؟ يخرج الدجال والناس في ذهول عن ذكره، الناس ليسوا يعني في خبر الدجال ولا يتذكرون الدجال، ونسوا قضية الدجال وفتنة الدجال حتى يتركوا ذكره على المنابر. نسأل الله العافية. وذلك في الفتنة التي ذكرناها، فتنة الدهيماء، والناس في فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، والجهاد قائم والناس يقاتلون في سبيل الله. يقول النبي في ذلك اليوم: فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تظنون الدجال القضية سهلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: قال من سمع به فلينأ عنه، ليهرب من الدجال ولا يواجهه، يزعم أنه قوي الإيمان وأن عنده علم وأن يعرف أن هذه فتنة لن يستطيع عليه. لا يا عبد الله، إن سمعت به في بلد خذ أهلك وخذ أولادك،
اهرب الى اي بلد تريد واهرب من الدجال. والمصيبة الكبرى انه يسير في الارض كلها باربعين يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، ولا يدع أرضا في الأرض إلا وطئها، إلا مكة والمدينة، وقيل وجاء في الحديث المسجد الأقصى ومسجد الطور لا يستطيع أن يدخلها. يسير في الأرض معه فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل. من خوف الناس في ذلك الزمان وخوف أهل الإيمان يفرون من الدجال إلى الجبال. اهرب يا عبد الله إلى الجبال وادخل في شعابها، خذ أهلك. الناس في ذلك الزمان الرجل يربط أهله، امرأته، زوجته، يربط نساءه في سارية في بيته، يخاف أن يتبع أهله الدجال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تقول يعني أم شريك تقول يا رسول الله فأين العرب يومئذ، يعني أين المقاتلون، أين المجاهدون، أين أهل الإيمان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم يومئذ قليل، هم يومئذ قليل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله لا يفتننا فتنة الدجال. يقول النبي من سمع به في أرض فلينأ عنه. طيب لو لا قدر الله واجهني الدجال، لو رأيته، لو جاء إلي وإذا بي أجده أمامي، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ أثبت يا عبد الله، الدجال خارج فيكم، اسمع للحديث، الدجال خارج فيكم. طبعا أول ما يظهر أمره خل بين الشام والعراق، في طريق بين الشام والعراق ينتشر صيته، وربما تسمع في الأخبار وتتناقل الصحف، وربما تنتشر الأخبار بين الناس، الدجال خرج، الدجال خرج. طيب لو واجهته ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. أثبت على الإيمان. الله عز وجل تعرف صفاته يا عبد الله، والدجال أعور. علم أولادك من الآن، أخبرهم صفات الدجال، وأخبرهم أنه سوف يظهر، وليست هناك فتنة في الأرض كفتنته. فإذا واجهته استعذ بالله من الشيطان، ثم ابدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. اقرأ أنت وأولادك وأهلك سورة الكهف، اقرأ أوائلها، اقرأ أواخرها، واستشعر الآيات وأنت تقرأها، فإن الله سيعصمك منه يا عبد الله. ثم علم أن الدجال عنده فتن، لا تقل سوف أذهب لواجهه وأتصدى له. يا عبد الله عنده فتن عظيمة، من فتنته، انظر لبعض فتنه، من فتنه والعياذ بالله أن من آمن به رزقوا بالخيرات والثمار وأمطرت السماء. طيب هذه فتنة. ومن كفر به، من كفر به أجدبت أرضهم وأمسكت السماء وأصيبوا بالفقر والجوع والعطش. طبعا الناس تتداول هذه الأخبار، تقول الناس من آمن بالدجال رزق بالخيرات ومن كفر به حرم من هذه الخيرات. اليوم فتنة الناس ما هي؟ فتنة الناس في الدنيا، يريدون فقط الخيرات والأموال والثمرات، لا يفكرون بالإيمان بالله عز وجل أو بغيره، كيف بأيام الدجال؟ نسأل الله العافية. هذه فتنة. عنده فتنة أخرى يا عبد الله، عنده جنة ونار، ناره جنة وجنته نار. الآن تسمع كلامي وربما يعني تقول لا أنا أعرف إن شاء الله جنة نار ونار جنة، لكن لو رأيت أمام عينيك النار بيده، نهر من نار، ماذا ستفعل يا عبد الله؟ نار تلظى، جحيم يا عبد الله. من كفر به ألقاه بالنار، ومن آمن به دخل هذه الجنة. ماذا ستصنع يا عبد الله لو رأيت هذه الفتنة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رأى هذا قال فليأتي ناره، هذه النار. قال وليغمض، يعني أغمض عينيك يا عبد الله لأنك ما راح تتحمل، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه ثم ليشرب منه ماء باردا. الله أكبر، من يستطيع أن يتحمل هذا؟ من يستطيع يا عبد الله أن يثبت في ذلك الموقف إلا من ثبته الله جل وعلا؟ استعن بالله، اصبر يا عبد الله، اثبتي يا أمة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
لعلكم تفلحون. بل عنده فتنة ثالثة، عنده فتن كثيرة. من فتنه والعياذ بالله أنه يأتي إلى الإنسان فيقول له تؤمن بي؟ يقول له لا، أنا لا أؤمن بك، أنت الدجال. فيقول له أرأيت إن أحييت أمك وأباك، إن أحييت أمك وأحييت أباك. طبعا الدجال ليس لوحده، معه عشرات الألوف، جيوش تسير معه، وهو يسير كالغيث إذا استدبرته الريح، كالسحاب والريح ترسلها ويسير في الأرض كلها، ليس أرضا إلا يعطأها. الأمر عظيم والفتنة كبيرة. يقول للرجل أرأيت إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقف الرجل، هل صحيح يستطيع أن يحيي أبي الذي يعني مات منذ سنين طويلة، وأم التي ماتت منذ سنوات طويلة؟ فجأة تخرج أمه من قبرها ويخرج أبوه من قبره، فتقول له أمه ويقول له أبوه يا بني يا بني قد رأينا ما لم ترى، اعبده فإنه ربك. نسأل الله العافية. شيطانان يتمثلان بصورة أمه وأبيه، فيقولان للرجل يا بني يا بني أطعه فإنه ربك، تدارك نفسك يا بني. يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، فتنة في الأرض لا تمر على الأرض مثل هذه الفتنة. والناس يتحصنون بالجبال، تقول لي أين المجاهدون؟ لما لا يقاتلونه؟ تقول لي أين المؤمنون المرابطون؟ أين هم؟ أين هم؟ إما متحصنون بالجبال، أو اختبأوا في بيوتهم، أو تحصنوا بمكة أو بالمدينة. بل يذهب الدجال يريد أن يدخل المدينة والعياذ بالله، يريد أن يدخلها لكنه لا يستطيع، فيقف عند جبل من جبالها وشعب من شعابها، فيرى المسجد النبوي. اسمع لهذا الكلام، اليوم المسجد النبوي بني يا عبد الله إذا رأيته من بعيد فإنه أبيض، أليس كذلك؟ أبيض، صور من بعيد بصور كثيرة. ثم إذا رأيت منظره اليوم والله كأنه قصر من القصور. اليوم المسجد النبوي من رأى التوسعة الجديدة يراه بأنه قصر أبيض. هذا الوصف هو الذي سوف يذكره الدجال، يقول لأصحابه وجنوده أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا يريد أن يدخل المدينة ما يستطيع، تستقبله الملائكة بالسيوف تمنعه. يخرج شاب من أهل المدينة من خير الناس فيقول للناس هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي إليه فيضربه بالسيف جزلتين، يقطعه نصفين، فيمشي الدجال بين هذين النصفين، ثم يقول له قم، فيقوم مرة أخرى. طبعا هذا كله بإذن الله عز وجل، يرى الناس، يختبر الناس. فيقول له الدجال أتؤمن بي الآن؟ فيقول لا والله، أنت الدجال ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. فيريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، لا يستطيع. ويسير الدجال في الأرض ويفتن الناس، ويقتل من يقتل، ويحرق من يحرق، ويفتن من يفتن، والناس معه جيوش. يعني تخيل الأرض في ذلك الزمان، هل يهنأ الناس بعيش؟ هل الناس في ذلك الزمان يبحثون عن أموال أو عن تجارات؟ لا والله، إما مؤمن يحفظ إيمانه، وإما كافر قد انغمس في كفره، ليس بين هذا وذاك شيء. فيتبع الناس إلى فلسطين يريد أن يقاتلهم، يريد أن يقتلهم، فيتحصن الناس في بيت المقدس، يتحصن المؤمنون ويحصرهم في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا. الآن يريد أن يدخل بيت المقدس ما يستطيع، والناس قد زلزلوا وخافوا وارتجفوا، يعني ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ واليهود قد تجمعوا مع الدجال في فلسطين يريدون أن يقتحموا بيت المقدس، والمؤمنون فيه كل قد حافظ على دينه يريدون القتال في سبيل الله. وهم في ذلك الوقت قد تجمع بعض المسلمين، وكثيرون منهم قد تجمعوا في دمشق يفكرون بالجهاد الآن ويريدون القتال، يريدون أن يتحصنوا مع بعضهم البعض. ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ والمهدي في ذلك الزمان معهم، وهم في ذلك الوقت قد أذن الفجر ويصلون عند المنارة الشرقية في الجامع، كما قال بعضهم في الجامع الأموي الآن الذي هو موجود من الشام، قد الناس توافدوا لصلاة الفجر والمؤذن قد أذن الله أكبر الله أكبر. في ذلك الزمان إما أنت من أهل صلاة الفجر، وإما أن تكون من أتباع الدجال والعياذ بالله.
أو ربما تكون من أهل يعني النفاق والضلال، فإذا بالناس يتوافدون إلى صلاة الفجر فإذا بهم يسمعون أن الغوث قد جاءكم، أن الغوث قد جاءكم، يا أيها الناس، يا أيها الناس، أتاكم الغوث، أتاكم الغوث. فيقول الناس ما الخبر، ما الخبر؟ فإذا بعيسى ابن مريم ينزل على أجنحة ملكين، الله أكبر، والناس تنظر من هذان الملكين. فإذا بعيسى ابن مريم ينزل على أجنحة ملكين، الله أكبر، والناس تنظر من هذان الملكان ولم ينزلان الآن علينا. إن على أجنحتهم عيسى ابن مريم. قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أين الدجال الآن؟ في فلسطين تحصنه، هو واليهود وأتباعه من الضلال المشركين الكفار، وبعض المسلمين في بيت المقدس يتزلزلون متحصنين في بيت المقدس، وجيش من المسلمين الآن في الشام في دمشق، ومعهم المهدي، وعيسى ابن مريم قد نزل وأقام الناس صلاة الفجر، فإذا بعيسى ابن مريم يدخل في الصلاة، فيقول المهدي لعيسى: تقدم، تقدم يا نبي الله. فيقول عيسى ابن مريم: لا، أنت صلي بالناس، إمامهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم. ينزل عيسى ابن مريم رجل إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، جمان كاللؤلؤ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو، إني لأرجو أن يطال بي في العمر. فألقى عيسى ابن مريم، قال: فإن عجل بي موتي، يعني إذا مت قبل أن أجد عيسى ابن مريم، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام، فليقرئه مني السلام. الله أكبر، من هذا؟ إنه عيسى ابن مريم يا عباد الله. الناس الآن كلهم فرحون، كلهم مستبشرون بعد الخوف الذي أصابهم، بعد الرعب الذي نزل، بعد الفتنة العظيمة التي جاءتهم من الدجال. طبعا كل 40 يوم هذه الفتنة، والمهدي لا يمكث في الأرض إلا 7 سنين أو 8، وكذلك عيسى بن مريم كلها سنوات قليلة معدودة. وبعد أن يصلي المؤمنون الفجر ماذا يصنع عيسى بن مريم؟ يقوم عيسى بن مريم في الناس فيأخذ حربته، أي يبدأ القتال في سبيل الله. من يقودهم؟ إنه نبي الله، إنه عيسى بن مريم، روح الله وكلمته. فإذا به يبدأ القتال. عيسى بن مريم لا يحل لكافر يراه إلا ويموت، يذوب كما يذوب الملح في الماء. لا يحل لرجل كافر يجد نفسه إلا ويموت، إنه نبي الله. فأخرج المؤمنون يكبرون، ويبدأ الجهاد في سبيل الله، ويبدأ القتال. فيذهب عيسى بن مريم إلى فلسطين، وإذا بالدجال يسمع بالأمر، وإذا باليهود يريدون القتال، لكنهم لما يسمعون أن عيسى بن مريم مع المؤمنين يختبئون خلف الأحجار، ويختبئون خلف الأشجار، ويبدأ المسلمون يقتلون فيهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، فتعال فاقتله. الله أكبر، إنه الجهاد في سبيل الله، إنه القتال. وفي النهاية يرى عيسى بن مريم الدجال من بعيد، فيبدأ الدجال بالذوبان يهرب، يريد الخلاص، ويبدأ يذوب ويذوب، لكن يسلط الله عز وجل عيسى على الدجال فيضربه ضربة برمحه فيقتله بها. الله أكبر، الله أكبر. قل جاء الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ربما تكون يا عبد الله أنت في جيش عيسى، ربما تقاتل مع المهدي، ربما تقاتل في سبيل الله، ويكتب الله عز وجل نصر الإسلام على يديك. لما لا يا عبد الله تجهز؟ من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وبعد أن ينتصر المسلمون ويقتلون اليهود في مقبرتهم وينتشر الخير بين الناس، إذا بالله عز وجل يقول لعيسى: يا عيسى، يا عيسى،
إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. لا تستطيع، لا أنت يا عيسى ولا غيرك لن يستطيع على قتالهم. يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور. يا عبد الله آيات، آيات ربما نراها وربما نشاهدها. إلى متى يا عبد الله ما تعتبر؟ إلى متى تنتظر؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة كلها تقريبا قد وقعت يا عبد الله، لم يبق إلا هذه الكبرى التي أقولها لك. الآن تصور، ذكرنا الآن الدجال وذكرنا المهدي وذكرنا عيسى بن مريم. عيسى لا يمكث في الأرض إلا 7 سنين، لما رفع كان عمره 33 سنة، ثم يمكث في الأرض 7 سنين، أي يموت وعمره 40 عاما، وفي زمن عيسى يخرج أجوج ومأجوج ويموتون. إذن كل هذه العلامات الكبرى في سنوات قليلة يا عبد الله. ثم ماذا تنتظر؟ تنتظر اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا بعيسى يخبر الناس، أيها الناس، أيها الناس، هلم معي، اذهبوا معي، سيروا معي. إلى أين؟ يخرجون إلى رؤوس الجبال، يذهبون إلى الجبال، يجلسون فيها، يتعبدون الله جل وعلا، يصلون ويسجدون ويركعون، يستغيثون بالله جل وعلا. تعرف من الذي خرج؟ إنهم قوم يأجوج ومأجوج، خرجوا ليفسدوا في الأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. السد الذي بناه ذو القرنين، الذي بدأ ينخر وبدأ قوم يأجوج ومأجوج منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه، حتى قال النبي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، قدر هكذا. وحلق السبابة مع الإبهام، أي بدأوا بالحفر وبدأوا بهدم السد في ذلك اليوم. وعيسى في الأرض ينتصر على الدجال، يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا ظالمين. يخرج يأجوج ومأجوج في الأرض فلا يدعون فيها أخضرا ولا يابسا ولا إنسانا ولا حيا إلا سفكوا دمه وقتلوا من قتلوا وأكلوا ما أكلوا، حتى يأتون على بحيرة كاملة فيشربونها، فيأتي آخرهم لا يرى في البحيرة شيئا. أين المؤمنون؟ يستغيثون الله عز وجل. على رؤوس الجبال، تخيلوا الرجال والنساء والأطفال كلهم قد تجمعوا على رؤوس الجبال، وعيسى بن مريم معهم، يدعون الله جل وعلا ويستغيثون ربهم جل وعلا، ولا يعرفون ما الذي يحصل في الأرض وما الذي يحدث. ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا يدعون شيئا إلا أفسدوه، ويفسدون في الأرض ويخربون ما يخربون. ثم يظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قضوا على أهل الأرض جميعا، فيقولون بقي الآن أهل السماء، فيرمون سهامهم ونشابهم إلى السماء، فترجع السهام عليهم قد ملئت دما، فيقولون شوف انظر كيف يفتنهم الرب جل وعلا، يقولون قضينا على أهل الأرض ولم يبق إلا أهل السماء. ثم يبتليهم الرب جل وعلا بدود يسمى النغف، النغف دود يرسله الله عز وجل عليهم فيقتلهم جميعا فرسا صرعا كنفس واحدة. كل يأجوج ومأجوج يموتون كموت رجل واحد، بأي جندي لم يرسل الله عز وجل عليهم جيشا ولا ملائكة ولا جنودا من السماء، بل يرسل عليهم دودا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا بهم يموتون. الآن عيسى بن مريم ما يدري ما الذي حصل وما يدري ما الذي جرى، فيقول للناس من ينزل
من ينزل فيأتينا بالخبر فيخرج رجل من خير الناس يومئذ فينزل من الجبال ويأتي إلى الأرض فيرى الجثث متناثرة ويرى الجيف ويرى نتنهم قد يعني زهمهم وقد أنتنت الأرض بجيف يأجوج ومأجوج فيرجع مرة أخرى فيبشر عيسى ابن مريم ويبشر المؤمنين فينزل المؤمنون مرة أخرى وتضع الحرب أوزارها وينزل المؤمنون مرة أخرى إلى الأرض فيرون الجثث ويحمدون الله جل وعلا ثم يدعو عيسى ابن مريم ربه يعني يا رب خلصنا من هذه الجيف من هذه الجثث من هذا النتن من هذه الرائحة فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كالإبل تحمل الجثث تخيلوا المنظر تحمل الجثث أمام المؤمنين تحمل الجثث فترميها في البحار ثم يرسل الله عز وجل مطرا من السماء ويغسل الأرض هذا المطر ثم تخرج الأرض كنوزها وخيراتها وينتشر الخير في الأرض ويحكم فيهم عيسى بن مريم في ذلك الزمان يكسر عيسى بن مريم الصليب ويقتل الخنزير ولا جزية في ذلك الزمان إما الإسلام وإما القتل ويحج عيسى بن مريم إلى بيت الله يحج إلى المسجد الحرام ويهل بالبيت وإذا الخير ينتشر ثم يموت عيسى بن مريم ثم ماذا يحصل للناس يرجع الشر مرة أخرى وينتشر الشر مرة ثانية فجأة والناس يعيشون ويلتهون بدنياهم يسمع الناس بأن هناك دابة قد خرجت عند الحرم في مكة خرجت دابة ما قصة هذه الدابة دابة تتكلم حيوان يكلم الناس ومعه خاتم سليمان وعصا موسى تأتي هذه الدابة إلى الكافر إذا رأت كافرا فتخطمه بالخاتم فيتبين فيه علامة على أنفه أنه كافر وإذا رأت مؤمنا جلت وجهه بالعصا فإذا الناس يعيشون ويقولون للرجل يا كافر ويقولون للرجل يا مؤمن يا ويله من ختمت على أنفه بأنه كافر ويا حسن وحسن الرجل وسعادة الرجل الذي جلت وجهه على أنه مؤمن أي دابة هذه وماذا يحصل في الكون وأي نواميس يعيشها الناس ما الذي يحصل ما الذي يجري وإذا وقع القول عليهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الدابة تتكلم تقول للناس أنهم بآيات الله لا يوقنون فتختم على هذا وتجلو وجه هذا حتى يقولون يعني من سرعتها أنها تجوب الأرض بلمح البصر نسأل الله أن يعافينا وإياكم أما الآن العلامات التي سنذكرها هذه الآن خلاص على خراب العالم سوف تكون وسوف تكون في النهاية الأخيرة وهذه العلامات تكون على قرب ووشك النفخ في الصور هذه لا نعلم ترتيبها ولكنني سوف أسردها لكم سردا فجأة الناس ينظرون في السماء ما الذي يحدث ما الذي يجري حيوان يتكلم بل الجماد يتكلم في آخر الزمان ما الذي يحصل بين الناس العلم ارتفع المصحف قد ارتفع بل أكثر من هذا وذاك يا عباد الله يأتي على الناس زمان الكعبة تهدم حجرا حجرا بل هذا المسجد النبوي الذي ترونه اليوم يعج بالمصلين بالمعتكفين يأتي عليه زمان لا يدخل فيه إلا الكلاب والسباع حتى يمر الرجل فيقول قد كان في هذه حاضر من المسلمين ما الذي يحدث في الأرض ما الذي يجري يا عبد الله تدارك الأمر يا عبد الله أسرع إن لم تحج فحج إن لم تعتمر فاعتمر إن لم تزر المسجد الحرام فزره يا عبد الله إن لم تحفظ شيء من القرآن فاعتكف على القرآن واقرأ القرآن لا تكن كما قال الله عز وجل فيهم اقترب للناس
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الكعبة ستهدم وكنزها سيخرج والمدينة ستهجر والمسجد النبوي يأتي عليه زمان لا يصلي فيه أحد ويخرج على الناس في السماء دخان دخان فيه عذاب شديد. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذا رأى الناس هذا الدخان تعرف ماذا يقولون؟ كل الناس راح تؤمن لكن هل ينفع الإيمان في ذلك اليوم؟ ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. تدارك نفسك يا عبد الله علامات الساعة الكبرى إن ظهرت واحدة فإن البقية تتلوها بسرعة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يوم من الأيام يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله. أتعرف أي يوم هذا؟ يوم يصبح فيه الناس في الأرض وقد طلعت الشمس من مغربها. لا إله إلا الله. أي يوم هذا طلع على الأرض؟ والله لو بكى الناس دما والله لو خروا سجدا والله لو فعلوا ما فعلوا فإن الله عز وجل قد أغلق باب التوبة عليهم. يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا رأى الناس هذا المنظر ربما تكون الدابة في نفس اليوم يعني ربما تكون الدابة أو طلوع الشمس أو هذه الأمور في نفس اليوم في يوم واحد ربما يقع هذا كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رآها الناس أي رأوا الشمس طلعت من مغربها طبعا الحياة مستمرة لا زالت يقول آمن الناس جميعا لكن هل ينفع نفسا إيمانها؟ والله لو بكى الزنا ولو تاب أهل المخدرات ولو دمعت أعين أهل الربا ولو سجد تاركو الصلاة فإن الله لا يقبل توبة أحد منهم. قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عبد الله بادر بالتوبة من الآن. لا تقول إذا رأيت هذه العلامات سوف أتوب. أقول لك علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون إلا المؤمنون حقا إلا الذين دخل الإيمان في قلوبهم إلا الذين خالط الإيمان نفوسهم إلا الذين قرأوا القرآن وحفظوا السنة. يا عبد الله من الآن استعد سوف يكون في آخر الزمان تسمع بخسوفات. نعم خسوفات كثيرة وقعت في الأرض لكن في آخر الزمان سوف تقع ثلاث خسوفات عظيمة منها خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب. ما الذي يحدث؟ نواميس الكون تختل. ما الذي يجري؟ القوانين بدأت تختل يا عبد الله. ما الذي يحدث؟ الأرض تتبدل الشمس تخرج من مغربها الحيوانات تتكلم الجماد ينطق الدخان يخرج في السماء الأرض تنخسف الزلازل تكثر الكعبة هدمت المصاحف رفعت الأرض لا يقع فيها لا يوجد فيها حتى من يقول الله الله. المؤمنون قبضت أرواحهم تخرج ريح من اليمن تقبض أرواح المؤمنين لم يبق في الأرض إلا شرار الناس. يا ويل يا ويل
من لم تقبض روحه. إذن بقي مع شرار الناس، إذن بقي مع الذين سوف تقوم الساعة عليهم، بقي مع الشرار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يا عبد الله تجهز من الآن، يا أخي الحبيب أدرك نفسك من الآن، احرص على التوبة، احرص على القرآن، أكثر من الأذكار، استغث بالله، علم أولادك، علم أهلك، ذكرهم بما ذكرتك به الآن، أخبرهم أن الساعة قد اقتربت، أخبرهم أن القيامة قد أوشكت، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. عبد الله أخبرهم أن الساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ثم فجأة تخرج على شرار الناس نار من اليمن، نار عظيمة تخرج ثم تسير في الأرض، ثم تجري في الأرض، نار تحشر الناس، تبعد الناس، تخوف الناس، والناس ينقسمون على طرق وأفواج، فوج راغبون، طاعمون، كاسون، راكبون، عندهم دواب، يسرعون يهربون من هذه النار إلى أي جهة؟ طبعا النار تخرج من الجنوب من اليمن وتحشر الناس إلى الشام، تأكلهم أكلا، تحشرهم وتخوفهم إلى الشام، فيسرع الناس، منهم من عندهم المراكب والدواب، ومنهم فوج يمشون تارة ويركبون تارة، اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، أربعة على بعير، يركبون تارة، هذا تارة يمشي وهذا تارة يركب، ويهربون، ربما يصيبهم شيء من النار لكنهم ينجون. وصنف تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم فتأكلهم النار، ثم يسيرون إلى الشام. طبعا في ذلك اليوم لا في مصاحف ولا في صلاة ولا في عبادة ولا في أهل إيمان، ولا يقال في الأرض حتى كلمة الله لا ينطق بها في الأرض، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فيهرب الناس ويهربون ويسيرون، فإذا بهم يجتمعون في أرض الشام في ذلك اليوم، يأذن الله عز وجل بنهاية هذه الدنيا وبنهاية التاريخ، بأن يقف الزمن وبأن ينتهي كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا ويل من كان مع شرار الناس وشرار القوم، فتقوم الساعة على رأسه. عبد الله يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم ونافخ الصور قد التقم القرن، يعني مستعد، متى يؤذن له فينفخ في الصور؟ يقول: كيف أنعم بعيش، وكيف يهنأ لي بال، وكيف يقر لي قرار، ونافخ الصور الآن مستعد لأن ينفخ في الصور. عبد الله، هذه ذكرى وهذه موعظة. أنا أجزم بأن الساعة قريبة، وأنا أعلم أن الساعة قد اقتربت، فالقمر قد انشق، وأكثر العلامات الصغرى قد وقعت، وربما بعض العلامات الصغرى لن يقع الآن إلا مع العلامات الكبرى، ونحن الآن نستعد لنهاية التاريخ ولزوال هذا العالم. لا تجلس وتقول لي: إذن الآن أنتظر قيام الساعة ولن أفعل شيئا. بل اجتهد، بل كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: إذا يعني كان بيد أحدكم فسيلة وسمع نافخ الصور ينفخ فليغرسها، أي ليفعل العمل الصالح، وبادروا بالأعمال. قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون. اعمل يا عبد الله، ولا تقل أنتظر قيام الساعة، اعمل بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، بالصلاة، بالعبادات. استعد يا عبد الله لقيام الساعة بالعمل الصالح، بطلب العلم، بنشر الخير. بل اعلم أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تقل: إذا بعد هذه المحاضرة ماذا نفعل وماذا نصنع؟ لما نعمل ولما نتكسب ولما
نجتهد، ولما نطلب العلم، ولما ندرس، ولما نفعل، ولما نفعل. أقول لك يا عبد الله بادر بالعمل، حتى ولو كانت الساعة ستقوم الآن، اعمل يا عبد الله واجتهد وتب إلى الله جل وعلا. إياك 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 أن تأتي هذه العلامات ولم تستعد لها، فإن أهل الجهاد ليس هم أهل الغناء والطرب، ليس هم الذين يتركون الصلاة ويهجرون القرآن وقل ذكرهم لله، ليس هم أهل الربا والزنا والخمور والفواحش. أهل الجهاد في سبيل الله هم الذين جاهدوا أنفسهم في سبيل الله جل وعلا، ثم قاموا ينصرون دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنصحك ختاما أن تعلم أولادك وأهلك وأحبابك والناس، تعلمهم ما قلت لك من هذه العلامات ومن هذه الأشراط، حتى يكون الناس على علم ويتجهزون، وإذا رأوا هذه الآيات وهذه العلامات ازداد إيمانهم وازداد يقينهم بالله جل وعلا، وازدادوا إيمانا بربهم تبارك وتعالى، ويستعدون يستعد الناس من الآن بالتوبة وبالاستعداد للقاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما ذكرت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.